الخونة يا يما باعوا البلاد، الخونة هم اللي أصل الفساد. مش مقبول، راه مش معقول هذا. شنو بالميكروفون في سوق بتاع فريب بعلا؟ شنو هذا؟ راه مش معقول. راه سيد طارق براهيم، في عقلكم في عقلكم في عقلكم نعاودوا التصويت على الفصل الاول معدلا. تفضل. ماهوش معقول نايب يتكلم ميجافون والاخر يتكلم معناتها ما ينجمش يوصل صوته. ماهوش معقول هذا. خلي الناس كل وردوها سوق ودلال وكل واحد يعيط على روحه ويا ماهوش معقول هذا الحقيقه. معقول هذا؟ يسجل فيه طبعا. نعمل له كمام على فمه باش ما يتكلمش. اهتمونا احنا معكم، احنا باش نتكلموا مانيش باش نتكلموا في الظروف هذه. عايشك يا مدام. احترمنا 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 احترم الناس الاخرى. احترم احترم الناس احترم الناس احترم الناس احترم الدولة احترم الشعب احترم المجلس. ما هذا؟ يكفي يكفي. شفتوا هنا تاع البارح اللي حكى يا ابني؟ شفتوا؟ شفتوا؟ شفتوا عبد خويزية؟ شفتوا عبد خويزية؟ مسكينة تونس، مسكينة منك تونس، تعاني منك تونس، سيبوها تونس. سيبوها تونس. لا اله الا الله. الحمد لله خرجت الناس كل وتكشفت. الحمد لله. الحمد لله. على السلامة. عبور بسلامة. في حالة أمبيلونس بعد التعدي السافر على الموظفين وعلى كرامتهم أضربنا نقوش الاختر وسماحهم نقوش الاختر منبر.